نختم بهذا الحكم الأخير. شوفوا الدقة في هذا الحكم، ماكو إظهار الزينة، ولكن أكو العلم بالزينة. الشخص العيان مو فقط هو الذي يحرك، الخيال أيضا يحرك، الخيال أيضا يحرك، وأحيانا الخيال يحرك أكثر من تحريك العيان. هذا علماء النفس يشيرون إليه، اقرأ كتب علم النفس. الخيال أحيانا يكون في قوة التحريك والتأثير أكثر من الشخص ذاته وأكثر من العيان. فلاحظ الدقة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة لا تسوي حركة اللي هذه الحركة تظهر زينتها المستورة، مو تظهر، تعلم. يعني أكو في يدها معاضد، معضد مستور، ولكن تحرك يدها. الرجل يعلم أنها لبست معضداً. الآية هنا تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، علم فقط مو رؤية، علم. هو هذا العلم يضر أيضا. هذا مو كلام واحد، حتى واحد يقول منو قال هذا، هذا قرآن، هاي الآية القرآنية. شوفوا الدقة. أما تعال إلى بيوت الكثير تشوف هذه الحواجز كلها أو كثير منها ملغى. الرجال والنساء يقعدون على مائدة واحدة، وعندما المرأة تأكل بعد ما تتمكن تحافظ على حجابها وتضرب بخمرها على جيوبها، ويضحكون ويتبادلون الأحاديث المختلفة. هذه الأشياء إذا فسح أمامها المجال هذا خطر، هذا يذهب بدين الإنسان، يذهب بدنيا الإنسان، يهدم العوائل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، مجرد علم، ما يخفين من زينتهن.